اكيد يعني لقاءات مهمه، وكمان زي ما حضراتكم شايفين الفرحه على المسؤولين في الاتحاد، والحقيقه لانه احنا كنا محتاجين مكسب زي ده، ومحتاجين دايما البطولات تتعمل على ارض مصر. زي ما قلنا هي بتبقى شقين، شق تنظيمي وشق فني. التنظيم احنا مش قلقين منه خالص، والفني هو ده اللي بيبقى قلقين منه، وبيبقى عايزين طبعا الناحيه الفنيه بتبقى احسن حاجه. وزي ما حضراتكم شايفين يا كباتن، ده مراسم التتويج، يمكن بدا طبعا شايفين كابتن بشرى حجيج طبعا الرئيس الاتحاد الافريقي، كابتن فؤاد عبد السلام، كابتن سامح حمدي وزير الشباب، معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. يا دكتور يعني كابتن ممدوح، راي حضرتك طبعا في وجود وزير الشباب في مراسم التتويج ده اكيد مدي يعني زخم حتى للدول الاخرى اللي بتبث المباراه دي. حقيقه هو الدكتور اشرف صبحي نشاطه واضح خلال الفتره اللي فاتت، موجود مع جميع المنتخبات القوميه في جميع الاتحادات. بنشكره على الاهتمام، وبنشكره ان شاء الله على توفير الدعم الفتره اللي جايه لتاهيل المنتخب لتحقيق مركز كويس في بطوله العالم. مهم جدا ان احنا رساله لسياده الوزير كيفيه اعاده تعيين الاتحادات الرياضيه. صحيح، وخلينا يعني بص يا كابتن، يعني هو دلوقتي بيتقدم طبعا في اجراءات احترازيه بتتعمل حتى في تسليم الجوائز. شايفين الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته طبعا بيدي للدكتور او بيقدم للدكتور اشرف صبحي طبعا درع الاتحاد تقديرا لجهود الدكتور اشرف صبحي. وزي ما احنا قلنا احنا حاسين بالجهد يا كابتن حسام، يعني حاسين بالجهد اللي عمله معالي الوزير، واكيد التكريم ده تكريم لجهده ومؤازرته ليهم يا كابتن. طبعا يعني هي بطولة افريقيا عشان تتعمل في الظروف اللي احنا فيها ديت بتبقى صعبة جدا، ظروف احترازية كبيرة بتخاف على الفرق اللي انت مستضيفها، بتخاف على الفرق بتاعتك، بتخاف على حتى على الجمهور، بتخاف على الناس اللي شغالة في البطولة نفسها. صحيح. فبيبقى مجهود كبير جدا انت بتقدمه عشان كمان تطلع البطولة بشكل لائق، بشكل جيد. طبعا يليق باسم مصر وسمعة الكرة الطائرة في مصر. نفس الكلام يا كابتن، يعني دلوقتي دكتور سامح حمدي برضو بيقدم للكابتن او للسيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد او رئيس اتحاد افريقيا لكرة الطائرة الجديدة، يمكن هي خلفا للدكتور عمرو علواني درع الاتحاد. منظر جميل، يعني مصر بتحتضن الاشقاء الافارقه والاشقاء العرب في منظر الحقيقه جميل يا كابتن. يعني طبعا يعني ده اثبات برضو للاتحاد الافريقي ان احنا مصر احنا ممكن ننظم البطوله في اقل وقت ممكن، انتوا بس قولوا لنا نظموا واحنا عندنا الاستعدادات وعندنا البنيه التحتيه وعندنا من الكوادر ان احنا نقدر ننظم البطوله ديت في وقت قياسي زي اللي حصل ده. صحيح، ويا شباب برضه يعني خلي بال حضرتك برضه الاجراءات الاحترازيه حاده شويه طبعا من ان احنا نقدر ندخل جمهور مثلا، لو في جمهور يا كابتن هتبقى الدنيا مختلفه، يا كابتن ممدوح هيبقى الدنيا شكلها مختلف خالص. يعني برضه احنا على يعني بسبب الجائحه برضه مكتفانا مش قادرين، يعني نجاح البطوله بيبقى نجاح جماهيري، وده كان هيحصل لو ما كانش في جائحه كورونا. ان شاء الله هيحصل في القريب العاجل، والجماهير تبدي دفعه للعيبه وللمنتخبات القوميه وتنجح البطولات زي احنا متعودين عليهم. هم اللاعب رقم واحد في جميع الملاعب. ده تكريم الحكام يا كابتن، بتهيألي جوائز الحكام التقديريه. الشكر طبعا للجنه الحكام برئاسه كابتن نصر شعبان، عامل مجهود كبير وفعلا شايفين تحكيم فير ومجهود كبير لبقيه اللجان، لجنه المراسم، لجنه الاستقبال، لجنه المواصلات. اختيار اللجان دي ان ناس متخصصه انه يعرف يروح يستقبل الفرقه دي في المطار، لازم يكون حد فاهم يعني ايه، بيختار حد من القيادات من اللواءات من الشرطه علشان يقدر يوفر الامكانيات ويسهل الاجراءات. طب ايه رايك يا كابتن نطلع لمعلقنا الكابتن ايمن طبعا عزب الشرباجي، اكيد هو في ارض الملعب ممكن يوصف لنا مراسم التتويج احسن. اتفضل كابتن عزب. اصحاب المركز الأول والمنتخب القومي المصري، شايفين كده اصطفاف الفرق والمنتخب القومي يذهب إلى منصة المركز الأول والتتويج ببطولة إفريقيا للشباب تحت 21 سنة المؤهلة لبطولة كأس العالم، ثم منتخب الكاميرون ومنتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني، ثم يأتي منتخب المغرب صاحب المركز الثالث. طبعا عارفين ان اول وثاني مؤهلين لبطولة كأس العالم للشباب تحت 21 سنة، كان المقرر ليها الإقامة في إيطاليا وبلغاريا، ولكن تغير الكلام بقى، هل المكسيك هي اللي هتستضيفها ولا ايه؟ رأي نهائي لسه هنشوف.
منتخب الكاميرون بيحتل المركز الثاني للمره الاولى في تاريخه، كان اخذ المركز الثالث 84 و98. اما المنتخب المغربي في 2004 كان صاحب المركز الاول والمركز الثالث في 7 مناسبات، والمركز الثاني في 3 مرات في 96 98 2016. وادي بقى هنا ميدو اللاعب رقم 5 لاعب بتروجيت، احسن لاعب في البطوله احمد عبد العظيم لاعب نادي بتروجيت من ابناء النادي الاهلي او من ناشئين النادي الاهلي، ويكرمه مدير البطوله الكابتن هاني فكري. احمد عبد العظيم ميدو وكاس احسن استقبال هيكون من نصيب مصر، مصر برضو، واللاعب الحسيني اللاعب المتألق دائما والفتى الطائر لمنتخبنا الوطني اللاعب عبد الرحمن الحسيني لاعب النادي الاهلي، ويكرمه الدكتوره ناديه رشوان عضو مجلس اداره اللجنه المؤقته بالاتحاد المصري للكره الطايره، طبعا من الاجيال الذهبيه لمنتخبنا الوطني للسيدات الدكتوره ناديه رشوان ربنا يديها الصحه. طبعا الحسيني احسن استقبال، احسن اعداد، يا ترى من نصيب مين؟ هل الحاوي بقى انس، انس رقم 2 لاعب النادي الاهلي واحسن اعداد او المعد الافضل في البطوله، وطبعا كان حاوي بقى خليفه لعظام المعدين في مصر، ويكرمه عضو اللجنه المؤقته بالاتحاد المصري الكابتن سامي ابراهيم. تاريخ طويل طبعا للكابتن سامي ابراهيم بقى كمدرب وكلاعب، والان بكرم احد ابنائه وهو احسن معد في البطوله انس لاعب النادي الاهلي. كاس احسن ضارب مين؟ من المغرب رقم 4، رقم 4 من المغرب كأس أحسن ضارب إدريس بوستاري، كأس أحسن لاعب ويكرمه عضو اللجنة المؤقتة كابتن إيهاب عزمي. إدريس أحسن ضارب في البطولة من منتخب المغرب الشقيق، كابتن إيهاب عزمي قام بتكريمه. The best blocker in this competition is number 11 from Cameroon. أحسن حائط سد رقم 10 من الكاميرون ديريك ديفو، رقم 10 من الكاميرون ديريك ديفو احسن حائط سد. ويقوم الكابتن الحكم الدولي العالمي ناصر شعبان رئيس لجنه الحكام بالبطوله وبالاتحاد المصري لتكريم اللاعب كاحسن حائط سد ديفو من الكاميرون. كابتن ناصر شعبان حكمنا العالمي اللي بيشارك في كل المحافل العالمية بداية من دوري الأمم النسخة الأخيرة. أحسن ليبرو أعتقد هيكون من نصيب المغرب.
من الكاميرون، رقم 14 من الكاميرون ستيفان مانا ليبرو من الكاميرون. كان مجتهد في ادائه قوي، ولكن النهارده كان عاجبنا طبعا لاعب المغرب، ولكن هو تفوق عليه بقى في الاحصاء بتاعته. احسن ليبرو احسن ليبرو في البطوله لاعب الكاميرون ايفو. أحسن لاعب مركز اثنين مروان الصافي، مروان الصافي النجار. ضربات ساحقة لا تصد ولا ترد، شفناه وتابعناه كلنا، وإن شاء الله يكون ليه شأن كبير في القادم. ويقوم بتكريمه المهندس أيمن غزلان عضو مجلس اللجنة المؤقتة بالاتحاد. صورة طبعا تذكارية للاعبين الحاصلين على أفضل مراكز أثناء البطولة. سبع لاعبين في كل مركز. لاعب. أربعة من منتخب مصر، أحسن معد وأحسن ضارب مركز أربعة وأحسن ضارب مركز اثنين وأحسن استقبال. طبعا تشريف وتكريم لمنتخبنا الوطني، وصورة تذكارية مع سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي. قد إيه بتكون دفعة قوية للاعبين مثل هذا التكريم، بالأخص لأنهم النواة للمنتخب الأول في بلدهم. ونيجي بقى لتكريم الفرق الثلاثة الأولى في البطولة. الميداليات التذكارية بداية من صاحب المركز الثالث فريق المغرب والميدالية البرونزية. المركز الثالث لفريق المغرب. يقوم بتكريم الدكتور فؤاد عبد السلام. والكابتن إيهاب عزمي عضو اللجنة المؤقتة بإدارة الاتحاد المصري. يقوم بتوزيع الميداليات البرونزية على فريق المغرب الشقيق صاحب المركز الثالث. تسليم الميداليات التذكارية والمركز الثالث لفريق المغرب. المهندس إيهاب عزمي والدكتور فؤاد عبد السلام. لاعبين بذلوا كثير من الجهد للوصول إلى أعلى المستويات، وإن كان مشاركة أربع فرق في البطولة الإفريقية ليس طبعا بالعدد الكبير، ولكن الهدف من البطولة هو التأهل لكأس العالم. قدامهم مشوار كبير، سواء الفرق اللي وصلت منتخبنا القومي او منتخب الكاميرون، وفي شغل كتير اكيد هيتعمل من منتخب المغرب لمزيد من التأهل ومزيد من التمكن.
خلال الفترات القادمة، وميدالية المركز الثالث أكيد هتكون حافز ليهم لتطوير مستواهم وتنمية العناصر اللي موجودة قدامنا، وإن شاء الله توصل إلى أعلى المراتب. مع انتهاء تتويج الميداليات البرونزية لأصحاب المركز الثالث هو فريق المغرب، جاء وقت تتويج لأصحاب المركز الثاني وهو فريق الكاميرون. ما زلنا في تتويج أصحاب المركز الثالث، يقوم بالتتويج دكتور فؤاد عبد السلام والمهندس إيهاب عزمي عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد. وصورة تذكارية للدكتور فؤاد والمهندس إيهاب عزمي مع فريق المغرب صاحب المركز الثالث في بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. والآن مع تتويج أصحاب المركز الثاني وهو فريق الكاميرون، أسود الكاميرون منتخب جسمانيا من أقوى المنتخبات الموجودة، وقدامه لسه مشوار طويل للوصول بمستوياته الفنية العالية. يقوم بالتتويج أستاذ إيهاب غزلان نائب رئيس اللجنة المؤقتة، والأستاذ عدنان نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، يقوم بتتويج أصحاب المركز الثاني فريق الكاميرون أسود الكاميرون أصحاب الألعاب الإفريقية في المنتخب الأول في تونس وأصحاب المركز الثاني في بطولة إفريقيا، وليهم تمثيل مشرف على مستوى السيدات في بطولات العالم أصحاب المركز العاشر في بطولة العالم الأخيرة. مهندس أيمن غزلان يقوم بتتويج وتنصيب الميداليات التذكارية للاعبين، هو من أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد. ما زال تقليد الميداليات الفضية لفريق الكاميرون. عارفين طبعا المنتخب الاول المصري يحتل المرتبه الثانيه في التتويج ببطوله افريقيا بثمان القاب، منتخب تونس الاول بعشر القاب، ثم منتخب الجزائر والكاميرون متساويين كل منهم لقبين. ما زال تتويج فريق الكاميرون بالميداليه البرونزيه وصوره تذكاريه مع استاذ بغدادي والمهندس ايمن غزلان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وصورة تذكارية مع منتخب الكاميرون والتتويج بالمركز الثاني والتأهل لبطولة كأس العالم من نصيب فريق الكاميرون. وجاء وقت الذهب، وجاء وقت تتويج الأبطال بالمركز الأول. المنتخب المصري للشباب تحت 21 سنة صاحب تصنيف رابع العالم في 2019
وخامس العالم في 2017، وإن شاء الله منتظرين المزيد في بطولة العالم القادمة اللي كان مقرر ليها إقامتها في إيطاليا وبلغاريا ولكن تغيرت إلى المكسيك. فهل ده كلام النهاية؟ ويقوم بالتتويج الدكتور أشرف صبحي والسيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي. والدكتور أشرف صبحي طبعا لا يفوت بقى مثل هذه المجالات، في كل الأروقة بنلاقيه ما شاء الله مجتهد جدا وبيحاول كده يدي دفعة للشباب في كل المحافل سواء الرياضية أو التجمعات الشبابية. نظمنا بطولة أو مونديال كأس العالم لليد، وقد إيه نجحنا وقد إيه أشاد بينا العالم كله وسط إجراءات احترازية وإجراءات استثنائية. ادينا درس للعالم كله ازاي ننظم بطولة بالرغم من الصعوبات اللي ممكن تواجهنا في اي من هذه المحافل. يقوم الدكتور اشرف صبحي بتقليد الميداليات الذهبية، ومعه الدكتور سامح حمدي والسيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي. وقد ايه بقى روح الابوة وقد ايه الربط على اكتاف الشباب المصري اللي بيرفع رأس مصر عاليا في كافة المحافل سواء الرياضية أو أي تجمعات شبابية. حصلنا بالمنتخب الوطني على المركز الأول وعلى 4 مراكز من مراكز أحسن لاعبين داخل البطولة، وإن شاء الله نكمل المسيرة مع بطولة العالم. وقد إيه بيرفع بقى من روح المعنوية تواجد السيد الوزير أشرف صبحي النشيط المجتهد داخل أروقة مجمع الصلاة، وبيقلد اللاعبين الميداليات الذهبية وبيقلد الجهاز الفني القدير بقيادة كابتن هاني. جهاز فني احتضن لاعبيه ووصل بيهم للنهائي وكسب البطوله، وان شاء الله يكمل معاهم كده في كاس العالم. كابتن هاني احمد عبد الحميد، وطبعا كان رئيس البعثه كابتن ايهاب عزمي، وكابتن احمد هاني احمد عبد الحميد مدير فني، وكابتن ناصر علي مدرب عام، وكابتن خالد ابراهيم مدرب مساعد، وكابتن احمد شعلان مدير اداري، ودكتور ايهاب طنطاوي، وكابتن مصطفى صالح، وكابتن محمد هشام الجيوشي، وكابتن محمد طاهر كتيبا لمسيرة الوطن حتى وصلوا بالبطوله. انس صلاح الدين، عمرو وائل رؤوف، مروان الصافي النجار، يوسف اشرف عباس، عمر شريف عبد الحليم، يوسف احمد نصير، عبد الرحمن احمد الشحات، عبد الرحمن الحسيني، اياد ايهاب ثابت، احمد ايمن عبد العظيم، حازم اشرف، رشاد، وادي مع المنتخب الوطني الفائز بالمركز الاول في البطوله الافريقيه والمؤهل لبطوله كاس العالم. يتوسطهم الدكتور اشرف صبحي، وعلى يمينه السيده حجيج رئيس الاتحاد بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي، والدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته. وبانتهاء التتويج تنتهي القصه لنبدا مع قناه الاهلي بمشوار جديد، وان شاء الله ببطولات جديده، وعلى امل اللقاء بكم. محدثكم عزب الشرباجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا يا نجم جايز نفسك، جايز نفسك.
هناك هوا 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 يا جماعه. معنا في هذه الأثناء معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. دكتور أشرف، إنجاز جديد بيضاف للرياضة المصرية اللي بتعيش فترة ذهبية على كافة الأصعدة، على كافة المستويات، كرة قدم، كرة يد، هاندبول، وأيضا الهاندبول والكرة الطائرة.